السلام عليكم. ما فيش ولا حلقة اليوم، بس من زمان ما سوينا فيديوهات كذا، بنسويها. هذه كراتين وحطينا عليها خشب وخلطنا الرمل ابيض مع الاحمر عشان الدجاج ما يجي فاش يتروش فيه، يعني يتحكك فيه ويتنزل فيه. هذا الحمام الطبات، فتحنا لهم الباب، يلا حرية. هذا الجوز محضن على البيض، محضن على البيض. يلا شدوا حيلكم، يلا. والدجاج فتحنا لهم الباب. هذا بلابل، طبعا ما في حلقة ما في شيء. نجي هنا عاد عند الكروانات الحلوين، ما اعرف وش بلا الجوال، ما طاع يكبر، ما طاع يكبر. الحمام شلع، راح هذا الكروانة. هذا كوكو، كوكو هكذا ترويض الطيور بالطريقة هذه، تجيهم كذا يعني كيف، بدون ما تحرشهم بدون شيء، بس بشرط انهم يكونوا متعودين عليك. وتوقف الحث الشمسي عنهم، ثم تجي تعطيهم اياه على حبه حبه. خذ خذ، لا تجي تطقوني نجم، خذ كوكو. تعال خذ، تعال هذا فرخة، يلا كوكو، يلا لاني لو حطيته ما راح ياكلون، ما راح ياكلون من يدي، يعني سوي ترويض، لان الترويض انا استفيد منه، في بعض الناس ما يستفيد من الترويض، انا استفيد منه. طبعا ماني انا يعني شلون اني اروض هدد او كذا، لا، اروض ترويض بحيث ان الطير ما يخاف مني، يعني لو قدر الله انفتح الباب، نسيت الباب، لقيته فوق الشبك، كيف بدخله؟ بيصير الطير ما عاد يخاف من يدي، تفيد يشقرفها عنده ما يخاف، يعني اجيب عصا واحطها قدامه واخلي الطير يركب عليها، اذا ركب على العصا افتح الباب وادخله.
اصير ما اخسر طيري، لان الطيور هذه اكثرها اذا طلعت تقعد فوق الشبك ما تطير، بس ما تقدر تدخلها اذا جيت لما نقز. شبع بالطريقه هذه عشان بس ما اخسر طيوري، واذا دخلت يدي ما يتصافقون. يعني بس هذا اللي انا استفيد منها فيه بس. يلا يا دجاج، تاخرت وما طلعت اليوم. شغلهم مكيف، شغلهم مروحة. طبعا هذه مروحة سبير شغل احيانا في الليل، وعندنا حقة رذال بعد. شوف الزيبرا كيف مصلح عشه ما شاء الله. واحد منهم نشيط على الصبح قاعد يبني. طيب يلا الباجي، يا الباجي يلا حب حب شمسي. لانه مو باكله، لو هو اكله كان يجي. وهذا الباجي. طبعا ما عندنا حلقه اليوم، بس من زمان ما شفناكم. هذه الصياده اللي اليوم قلنا لكم حقت الفيران، هذه اللي صادت البحر. عاد ننتظر بعد اليوم، في ناس ما سلمنا عليهم، اكيد عرفتوهم. الكناريات هذا اللي فوق، شوفوا كيف مغطي بالأخضر خفيف. بس هذا الظهر البيض فسد، ما أدري كم له، نبغى الدجاج يرجن أو يحضن عليه، ما استفدنا شيء. هذا الشكل من برا، طبعا نرجع زيادة. هذا الشكل طبعا يعتبر زي الخندق، ولكن هذا صاد مرة المكان هذا. المكان هذا قبل ما حط فيه الطيور ما حد ظهر يدله، ما حد يروح لأبد المكان، لأنه مسكر من فوق. وذا استغليته بحطت الطيور. طيب شوف الطبات وين راحوا. مفتوح شكلهم بعده، العادة ما يتعدون ذا السطوح.
هذا لا بل. بس هذه حلقة بسيطة عشان ما نزلنا حلقات لأن تعبني الفار وقاعد تشتغل وقاعد تصلح لي شغال وكذا. هذه قالوا صحة على برميل بوية خرمناها من تحت عشان الطيور والدجاج والحمام يجي من برا، لأن في حمام يجي من برا وفي الثانية بعد هنا، وغير كل جوز عنده موية، بس هذه عشان الطيور اللي برا وغير الموية اللي هنا. هذه الموية أنا أتكلم لكم أقول لك صرت تحت مظلة تحط موية، أنا شوف حط موية هذه عشان الطيور. ليش الطيور من فوق؟ عشان هذا الأخضر مغطي حطيتها قدام، يعني ناظر قدامها ما في شيء، عشان الطيور من فوق تشوف المويه هذه تنزل تلقى المويات الثانيه البارده. هذه صيدليتنا. بس ما عندنا شيء ثاني نقوله. يلا السلام عليكم.